بدأ اليوم وصول قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في قمة المملكة العربية السعودية، القمة رقم 29، ووصل منذ قليل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار الدمام لمتابعة الأجواء في الدورة 29 من القمة العربية المقرر أن تنطلق غدا في مدينة ظهران بالمملكة العربية السعودية. معنا زميلي محمد الشاذلي موفد أونلايف. محمد، أهلا بك، وكيف تبدو الأجواء لديك، وخاصة بعد أن وصل منذ قليل إلى مطار الدمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه وفد رسمي للمشاركة في هذه القمة المهمة؟ اهلا بك زميلي حساني، واهلا بمشاهديك الكرام. بالفعل وصل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل حوالي ساعة وربع ساعة من الآن، ويعني تتوافد الوفود العربية المشاركة إلى هذه القمة تباعا. سيصل معظم الوفود المشاركة والرؤساء والقادة اليوم باستثناء بعض القادة الذين سيصلون غدا، وهم الملك محمد السادس ملك المغرب، كذلك الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، كذلك الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، هم من سيصلون في الغد قبل انطلاق أعمال هذه القمة. أتواجد الآن في غرفة عمليات وزارة الثقافة والإعلام، وقبل دقائق من الآن كان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد يتفقد الوضع هنا ويقف على كافة الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق أعمال هذه القمة في دورتها 29 والتي تعقد في الظهران بالمملكة العربية السعودية. هذه القمة التي كان مقررا أن تعقد في الإمارات، ولكن اعتذرت الإمارات عن استضافتها في القمة الماضية، فحسب الترتيب الأبجدي للدول العربية استضافتها المملكة العربية السعودية. الأمور هنا تسير على ما يرام في المركز الصحفي والإعلامي، حيث تحدث وزير الثقافة والإعلام مع المنسقين والقائمين على الأعمال هنا، وأنه حتى الآن وصل حوالي 500 صحفي وإعلامي لتغطية هذا الحدث وهذه القمة، من أصل 618 إعلاميا موجودون. نتحدث عن مركزين صحفيين موجودين هنا في تحديدا في الدمام، مركز هنا في إقامة الوفود الإعلامية المشاركة، والمركز الآخر في مركز الملك عبد العزيز الدولي الذي سيعقد فيه هذه القمة غدا إن شاء الله. هناك أيضا مركز إعلامي متنقل، هناك حوالي 150 جهاز حاسب آلي، هناك موقع تم تدشينه من قبل المراسم الملكية يعني للتعريف بكافة الأمور المتعلقة بالقمة في دورتها 29. نتحدث زميلي حساني عن جدول أعمال هذه القمة، أنه في تمام الساعة 12 من ظهر الغد إن شاء الله سيكون الوفد يعني الرسمي السعودي في استقبال الوفود المشاركة. أشكرك شكرا جزيلا محمد الشاذلي.